يا شيخ، مرحبا بكم، حياكم الله. يا شيخ، أنا قبل رمضان بيوم اي اغتسلت بالسدر والملح واستمعت للرقية، فنزل علي دم، مع أن الدورة لها أسبوع بس يعني منتهية، أول مرة تجيني الحالة هذه. اي فني الايام هذين يعني صمت ما افطرتش، مشيت للدكتوره قالت لي احتمال دوره، يعني ما اكدت ليش انها دوره، فهل يعتبر صيامي صحيح ام لا؟ الدم الذي نزل صفته صفه دم الحيض؟ في البدايه لا، كان لونه اسود يعني غريب من زي الدوره. ليس صفه دم الحيض ابدا، لا في رائحته ولا في شكله. لا، مختلف شويه، يعني مختلف عما اعتدت عليه. مختلف حتى ونحس في الام في بطني، كأن حد يعني ضربني على بطني ايه؟ وظهري. أو يجيني الحالة. طيب، على العموم إذا كان ما خرج منك. معليش يا شيخ، تفضلي. أنا متجوزة يا شيخ من 10 سنوات، الله سبحانه وتعالى ما كرمنيش بالدري. طبعا ما نعطبي ما فيش، لما نمشي للمشايخ يقولوا مثلا عندك حالة السحر. أي طيب، مش عارفة يعني هالصيام صح. نعم. أما إذا كان الدم الذي نزل ليس صفته صفة دم الحيض أبدا، فهذا يعتبر يعني لا يعتبر له حكم الحيض، وبالتالي لا يفسد صومك إن شاء الله، صومك صحيح.